احنا الاكثر تفاصيل حول العمليات النوعيه هذه ينضم لنا عبر الهاتف رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره. مرحبا. مرحبا بك ملاك تحريه ليك وكافه مشاهدي قناه التابعه. مرحبا بك. اذا قاعدين نشوفوا في حملات مكثفه، خلينا نبداو من هوني لفرق المراقبه الاقتصاديه، يعني يقول القائل احنا حكينا عليها في مجملها لكن في تفاصيلها هل هي مركزه بالشكل المطلوب على المواد اللي قاعده تشهد نقص كبير في الاسواق ام انها حملات شامله كما عاهدناها؟ هي حملات شاملة أخت ملاك. أنا حبيت نقول لك إن احنا قاعدين نشتغلوا توا تقريبا على 3 مستويات. المستوى الأول هو الحرص على توفير هالمواد هذه اللي نفسة يعني في السوق والترفيه في نسق توزيعها في السوق لمعالجة الاختلال والاضطراب اللي قاعد متوسط. المستوى الثاني نحبوا نبعثوا يعني رسائل طبعا للمستهلك مع إثارة انتباهه يعني لتفادي اللهفة اللي من شأنها باش تزيد يعني تغذي هذا الاحتكار. والمستوى الثالث اللي كنت غيرت سيادتك عملنا تقريبا برنامج رقابي شامل لمكافحه الاحتكار. اليوم دخلنا في مرحله اخرى يعني الاستعداد لشهر رمضان ودخلنا برنامج شامل يهدف لمتابعه ومراقبه معمقه يعني اخت ملاك للمواد هذه يعني الفرينه والسميد والمواد الاخرى انطلاقا يعني هذه المراقبه المعمقه انطلاقا يعني شملت من الانتاج للخزن للنقل حتى الى التوزيع. البرنامج هذا يعني مش يكون نقطه انطلاق يعني لاجتثاث الممارسات الاحتكاريه اللي قلنا لاحظناها. يعني فما برنامج هذه برنامج مراقبه بطبيعه مشترك يعني معزز بتقريبا معزز مع التشكيلات الامنيه والرقابيه ويضرب ان شاء الله يعني معاقل الاحتكار تقريبا يعني باش نحب نعطيك ارقام. تفضل. ارقام كبيره سجلناها يعني خاصه يعني خلال نعطيك يعني الفتره الاخيره 6 ايام الاخيره هذه تقريبا رفعنا اكثر من 1500 مخالفه اقتصاديه، تقريبا اكثر من 100 طن من المواد الغذائيه المدعمه، اكثر من 80 طن من الخضار والغلال، اكثر من 50,000 بيضه، واكثر من 500 لتر من الزيت النباتي، ونعطيك تو الحصيله يعني من 15 اكتوبر بدايه البرنامج الاستعجالي الى حدود يوم امس ملاك، تقريبا رفعنا اكثر من 42,000 مخالفه اقتصاديه. المتعلقه يعني بالتجاوزات السعريه والاحتكاريه وتلاعب المواد المدعمه، كيف المتعلقه زاد بالاخلالات بشفافيه ونزاهه المعاملات، المحجوزات تقريبا فاقت 2500 طن من الخضار والغلال، وفاقت 9 مليون بيضه، فاقت كيف 4000 طن من المواد الغذائيه المختلفه وخاصه مشتقات الحبوب المدعمه، فاقت زاد كيف 270,000 لتر من الزيت النباتي، اكثر من 64 طن من اللحوم البيضاء والحمراء والاسماك، وحوالي 2000 طن من المواد العلفيه والأسمدة. رمزي طرابلسي سامحني اذا كان مازلت تواصل في الارقام، تفضل وانا عندي لك سؤال ثاني غير ذلك. تفضل. تقريبا هذوما هما يعني تقريبا هذه ابرز الارقام. اكثر على كما قلت انت على المواد اللي شهدت يعني نقص، وكما قلت انت يعني تقريبا يعني كميات هامه واثنين بالجمله يعني من المواد هذه تم تحريزها وباش يتم بتبيعها كيف يعني ضخها في المسالك المنظمه. رمزي طرابلسي، هل انه الناس اللي لقيتوا عندهم المواد هذه المخزنه والمهربه، هالمضاربين هالمحتكرين، هذوما نعرفوهم من قبل ولا الناس جدد عليكم ولا ثم ما بيناتهم القديم ونضاف لهم جديد معلومين عند وزارة التجارة وحتى الوحدات الأمنية؟ والله يعني هو فما هكا وفما هكا، يعني فما المعلومين وفما كما قلت انت يعني فما مخازن عشوائيه، يعني ما تنجمش تعرف انت اليوم فما مخازن عشوائيه بطبيعه يعني ما كشفنا عليها يعني خاصه بالتنسيق مع الوحدات الامنيه، فما يعني مخازن ما كانتش يعني ظاهره في بلايص يعني ماهيش معروفه، اليوم يعني بالتنسيق وخاصه بتضافر الجهود مع مختلف الوحدات الرقابيه فهمتني كشفنا على المخازن العشوائيه اللي هي المخازن الاحتكاريه، يعني مش بالسهل في الوقت العادي باش تكشف عليها، يعني خاصه انه هو متسبين في مناطق يعني بعيده وما عندهمش حتى يعني لا سجل تجاري لا مش يعني عارفين بالهويات نتاعهم يعني. باهي، نذكر رمزي طرابلسي اللي انت مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره، خليني ناخذ منك معلومات على الكميات اللي تم ضخها في الايام الاخيره وحتى قبل شهر رمضان من المواد اللي تشهد نقص كبير من المواد الاساسيه كما مثلا السكر، الروز، الفارينه، السميد وغيرها. الفرينه والسميد نعطيك الارقام، الفرينه والسميد تقريبا 5000 طن يوميا من الفرينه والسميد تتضخ في المسالك المنظمه بما فيها يعني استهلاك مهني واستهلاك اسري، تقريبا اكثر من 2000 طن من السكر قاعد يتضخ في المسالك كيف في مختلف
يا ملاك في حدود الألسن، الأرز تقريبا أكثر بين 120 ألف باكو، يعني بالأرز بين 120 ألف و 140 ألف باكو تقريبا، مقابل يعني 60 ألف باكو اللي كنا يعني مستوى النفق العادي بتاعنا. وهنا ملاك حبينا ندعيه زاد كيف حتى المواطن يعني اليوم النقص تقريبا لاحظوه في فضائيات البيع، يعني اليوم فما السرعة نتاع النفاذ نتاع الكمية هذه يعني الأقبال المكثف، ما ندعيه باش نطمنوا المواطن التونسي نرجعوا للنفق العادي بتاعنا، لأنه هذه الممارسات هذه مزيد كان يعني كما قلت تعزز يعني في الصن الممارسات الاحتكاريه هذه. واضح. النفق العادي بتاعنا ما عندناش داعي يعني باش الناس هذه الكل، وان شاء الله فما كان الخير، احنا متجندين يعني وعلى تم الاستعداد لشهر رمضان في قدره الله. شكرا لك رمزي طرابلسي مدير المرصد الوطني للتزويد والاسعار بوزاره التجاره.